النهارده بروتوكول عظيم جدا ما بين جامعه عين شمس، شيء عظمه، كليه الهندسه اللي عمرنا 180 سنه، وما بين مجموعه اناره، اكبر تحالف للطاقه المتجدده في مصر. انا عايز تقييم حضرتك للتحالف، مدى اهميته، مدى تاثيره على اولادنا من طلبه كليه الهندسه. كليه الهندسه هي كليه تطبيقيه طبعاً. في الاساس، فاحنا بنهتم جدا بان العلم اللي احنا بننميه في الكليه او بندرسه لاولادنا يطبق في المجال الصناعي في الخارج ويفيد المجتمع المحيط حولنا، وده بيتمثل في محاور العمل في الكلية الأساسية اللي هو التعليم والطلاب، البحوث والدراسات العليا، خدمة المجتمع وتنمية البيئة. ده محور أساسي ومهم، هو دول التلاتة اللي بيمثلوا المهمة بتاعة الكلية. في مجال الطاقة احنا أنشأنا برنامج من مرحلة البكالوريوس مخصص للطاقة، وفي الدراسات العليا أنشأنا برنامج مخصص للطاقة، وجاء الوقت دلوقتي برضو ان احنا نبتدي بقى نفعل هذه الخدمات كلها او هذا التقدم العلمي اللي احنا بنعمله في الابحاث العلميه اللي بنعملها في مجال الطاقه نوجهها لخدمه المجتمع. بنقدم الخبرات العلميه، تراكم العلم اللي انتج في خلال الكليه دي، نديه لهذه الجهات الصناعيه عشان في التطبيق نقدر نستفيد بيه في المجتمع. فتدريب طلبه بتوعنا في هذه المناطق الصناعيه، هذه المجالات الصناعية الموجودة في البلد، مهم جدا برضو بالنسبة لنا عشان تطوير العملية التعليمية وتطوير الأبحاث بتاعتنا. ناخد التغذية العكسية أو الفيدباك يعني زي ما احنا من المجتمع الصناعي ده، ونغذي بيها الأبحاث اللي عندنا في الكلية عشان نقدر نخدم المجتمع أكتر. في إقبال من طلبة كلية الهندسة على دراسة الطاقة المتجددة؟ في إقبال فعلا، البرنامج ده برنامج ناجح اللي احنا عاملينه لدراسة الطاقة مخصص للطاقة في مرحلة البكالوريوس، طلبة بيقبلوا عليه. واحنا عملنا حتى مبادرة السنة اللي فاتت، كنا مدي مجموعة من المنح بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية، مجموعة من المنح عشان نشجع إقبال الطلبة أكتر على الدخول في هذا البرنامج. طب هل أبحاث الدكتور مثلا اشتملت على كيفية إنتاج خلايا شديدة الحساسية بالنسبة لضوء الشمس، إنتاج بطاريات بأقل تكلفة وقدرة تخزينية لتخزين الطاقة؟ عندنا أولادنا قدروا يعملوا الكلام ده؟ الخلايا الشمسية عندنا فيها مجهودات كبيرة، الدوائر الإلكترونية اللي بتخدم هذه توزيعات الطاقة مثلا، يعني مثلا السنة دي أقول لك كلية هندسة جامعة عين شمس في ثلاثة منها خدوا جوائز الدولة ما شاء الله، ده من نفس من كليه واحده. يمكن ده بقول لحضرتك عظمه دكتور، اول مره احد هذه احد هؤلاء الاساتذه يعني اللي هو جايز دوله للتفوق، هو شغال في الدوائر الالكترونيه اللي بتعمل في هذا المجال بالفعل يعني. فاحنا عندنا ابحاث كثيره جدا في مجال الطاقه، وهو ده اللي يعني شجعنا ان احنا عملنا مركز تميز للطاقه في الكليه. هل ممكن يحصل تعاون ما بين كليه الهندسه وبين القطاع الخاص لانتاج هذه الخلايا، يعني تطبيق فعلي للابحاث؟ انا مش عايز ابحث ونحطها في الدرج يا دكتور. عندنا على مستوى عين شمس في برضه مبادره بنتحرك فيها اللي هي مسميها فيوجن او الاندماج، يعني لربط المجتمع الصناعي المجتمع الاكاديمي بالحكومه او بالجهات اصحاب القرار يعني. في يعني زي وحده لتسويق الابحاث العلميه. هي اكبر من كده، هي في صوره ما يسمى بساينس بارك، يعني ساينس بارك دي حديقة علمية، هي مش حديقة بقدر ما هو تجمع علمي كبير، ممكن الشركات الصناعية تبقى موجودة فيه بنفسها، حتى تبقى ليها فروع فتحها جوه هذا الساينس بارك. ده هيتعمل في مدينة العبور، واحنا حاليا نجري تخطيط يعني الموضوع ده طبعا مع إدارة الجامعة يعني إدارة جامعة عين شمس. وحاليا عندنا برضو وحدة اسمها وحدة الابتكار اسمها أو الاي هاب يعني، دي مهمتها ان هي تشجيع طلبة المبدعين المبتكرين وربط العمل اللي هم بيعملوه دون مع الصناعات اللي موجودة سواء على المستوى المحلي او الاقليمي او العالمي.